راح ناخذها سنجل فيز. اذا بنطلع على الديمر سيركت، ديمر سيركت نفس الشيء، راح يكون عندي طبعا هون سنجل فيز سبلاي، هذا هون بي اس ار ام اس. هلا في طبعا لها تطبيق، في لها اكثر من طريقه لتنفيذها، بس مثلا لو طلعنا احد الطرق اللي يكون عندي هون مقاومه، عندي هون مقاومه، عندي هون مكثف، هذا ممكن اعتبره انه نيوترال. عارفين لما تطلع على السنجل فيس سبلاي جاي في عندي لاين نيوترال، هو مش شرط لو عكستهم بيشتغل الدائره. وعندي واحده من هذول المقاومات متغيره من هون، انا ممكن يكون عندي مقاومه هون، بس اللي بيهمني في عندي هون هذا متذكرين شو هو الكومبوننت بدون ما ايروجيت دايك، هذا دايك اللي هو تقريبا الفولتج تبعه البريك داون فولتج تبعه حوالي 25 28 فولت. هذا طبعا هو ريزيستر ريزيستيف لود اللي هي لمبه، يعني هذا الموديل تبعه هذه بنسميها انكاندسنت، لا وهذا الموديل تبعها هو ريزيستر. هون عندي ترايك، هون عندي طبعا ار فيربل ار لاين سي، هلا بعرفش مرات ما بنحطش هذا الريزيستر اللي موجود. خلينا نطلع على الدائره هاي كيف بتشتغل، شو فكره عملها. الار سي عباره عن ديلي، بتعطيني ديلي، والتايم كونستنت تبع الار سي بتعتمد على قيمه ار مضروبه في قيمه سي. فلو عملت الار هاي الموجوده هون اعتبرتها ليميتنج ريزيستر، هدول اظن هاي الار مش موجوده، هذه هيك كافيه. هلا بنطلع على هذه الار سي سيركت اللي موجوده هون، ايش داخل عليها من هون؟ الاي سي مضبوط. فلو رسمنا الاي سي سبلاي اللي موجود هون، هاي الاي سي سبلاي اللي موجود هون اللي جاي من الطرفين هدول ال وان، وانا كانه في عندي هون ار سي سيركت، فلو راقبت انا الفولتج اللي موجود هون خلينا نسميه في سي، فلو اطلعت على في سي ايش راح الاقي في سي؟ هون هذا بياخذ وقت حتى يشحن، فما راح يكون نفس الفولتج او نفس الريت اوف تشينج الفولتج، راح يكون يعطيني شيء زي هيك. يعني هذا هون في سي، هذا الديلي تبعه بزيد كل ما زدنا ايش؟ كل ما زدنا قيمه ار، كل ما بزيد قيمه ار من هون بزيد هذا الديلي، ففي سي له قيم مختلفه حسب قيمه ار، كل ما بغير قيمه ار بياخذ وقت اكثر حتى يعمل رايزنج من هون. هلا لما هاي النقطه خليني افترض انه في دايك مثلا بتساوي 28 فولت او 25 فولت او 26 فولت، طبعا لاحظوا الدايك بيشتغل باي دايركشنال، سواء كان الفولتج بوزيتيف عليه بلس 28 او ماينس 28 بيعمل بريك داون، تذكروا كيف هذا بيشتغل؟ بس يوصل الفولتج للبريك داون تبعه بيعمل كوندكشن، بس ما بيعمل قبل هيك. اذا لو كان عندي الدايك خلينا افترض انه هذا في دايك، وطبعا هذا نفسه راح يكون هون في دايك او ماينس في دايك، الخط اللي مقطع ايمتى بضرب بالفي دايك؟ بفترات مختلفة مضبوط؟ على ايش بتعتمد هاي الفترات الفترة الزمنية المختلفة؟ يعني خلينا ارسم هذا بالازرق، الخطوط هدول بالازرق، هدول بيعتمدوا على قيمة ار، كل ما غيرت ار من هون طبعا ار هون انكريس، كل ما زدت قيمة ار بصير الديلي اكثر مضبوط؟ لما هذا الفولتج هون يوصل للفولتج تبع الدايك ايش راح يصير في الدايك؟ راح يعمل كوندكشن، لما يعمل كوندكشن بنزل بصير كذا شورت سيركت، شو بيشتغل عندي؟ تراك. واذا اشتغل الترايك ايش بصير؟ لامب. بتشتغل اللامب. فالفولتج راح يطلع على اللامب، خلينا نستعمل مثلا لون ثاني لون احمر. راح يصير عندي هلا فايرنج يا اما عند النقطة هاي 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 يا هاي حسب قيمة ار اللي انا حطيتها، كل ما انا زدت قيمة ار شو بصير الديلي؟ اكثر ار سي بصير اكثر، بتاخر الخط بصير بتاخر على الخط الازرق اكثر، فبصير الفايرنج انجل
بتزيد، ولما تزيد الفايرنج انجل شو بصير بالفولتج؟ الفولتج هلا الفولتج اللي بيطلع على الدايت مثلا، الفولتج اللي بيطلع على اللمبه حيصير مثلا هذا الفولتج من هون وهذا الفولتج من هون. اذا على كل قيمه من قيم ار رح يصير في عندي ار ام اس فولتج مختلف باللمبه. طب لما ينعكس الفولتج رح يصير نفس الشيء، اشتغلت اللمبه من هون هلا ردت بدل هذا الفولتج هيك، يصير عندي كمان خطوط زرع من هون بيعتمدوا على قيمة R مظبوط. ولما هذا يوصل ماينس الفولتج تبع الدايك شو راح يعمل؟ راح يعمل له فايرنج، ولما يعمل فايرنج للدايك ايش راح يصير؟ راح يشتغل ترايك بس طبعا بعكس الفولتج من هون، راح يشتغل عندي مثلا اذا وصل عندي النقطة هاي راح يشتغل من هون. فالفولتج صار، فاذا الفايرنج انجل على ايش اعتمدت؟ قيمة R. فكل ما بغير قيمة R بتغير عندي الفايرنج انجل. لما تتغير طبعا اذا كل ما زادت R شو عمال بصير بالفايرنج انجل؟ بتزيد. ولما تزيد الفايرنج انجل شو بصير بالار ام اس فولتج اللي جاي على الوقت؟ بقل لانه عم بتزيد الفايرنج انجل، القطعة اللي بتضل هون بتصير اقل.